الآن مشاهدينا صباح الخير وأهلا بكم وأهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. النهاردة حلقة الخميس 6 مايو 2021، وإن شاء الله النهاردة يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل إن شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة دايما في حلقاتنا وفي برنامجنا، بنحاول نغطي كل ما يدور من أحداث حوالينا. بيبقى معانا على مدار الحلقة أخبار كتير منها للشأن الداخلي علشان نعرف مصر أخبارها إيه الفترة دي، وكمان بيبقى معانا أخبار للشأن الخارجي علشان نعرف العالم حوالينا بيدور إزاي. مشاهدينا طبعا يعني في كل حلقة لازم نؤكد على حضراتكم احنا يعني لسه مستمرين في جائحة كورونا، يعني ربنا ينهيها من مصر والعالم كله رب على خير. طبعا حضراتكم متابعين الأيام اللي فاتت أعداد المصابين، متابعين كمان يعني وجود بعض اللقاحات، متابعين ان في ناس كتير قوي أخذت هذا اللقاح، ولكن مش معنى كده ان احنا يعني ننتهي من إجراءاتنا الاحترازية، لا بالعكس. احنا يعني كان بيبقى معانا بعض المداخلات، وحضراتكم عارفين ان اللقاح او اللي خد اللقاح ده بيهدي من أعراض الفيروس، ولكن مش بيمنع ان هو لقدر الله يعدي حد. فعايزين ان احنا يعني نلتزم دايما بإجراءاتنا، حتى اللي أخذ اللقاحات برضو يلتزم بإجراءاته الاحترازية، يعني لغاية لما إن شاء الله تعدي هذه الأزمة على خير. مشاهدينا كمان يعني دايما في حلقاتنا بيكون معانا فقرة للصحافة بنناقش فيها المنشطات اليومية، ويعني بيبقى معانا ضيف بيحلل معانا الأخبار. بيسعدنا النهاردة في تحليل الأخبار هيكون معانا الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مشاهدينا كمان النهاردة هيكون معانا فقرة هنتكلم فيها عن العمال. حضراتكم عارفين ان يعني 1 مايو الماضي كان عيد العمال، وده بيبقى عيد يعني بيحتفل به بعض دول العالم، وطبعا ده يعني علشان مهمة العمال، واحنا احنا لازم نقدرهم جدا لان هم فعلا بيبقوا عصب اي مهنة واي مجال. فطبعا النهاردة هنحاول نتكلم باستفاضة عن العامل ودوره المهم في عملية البناء والاقتصاد. ده بيسعدنا ان يتكلم معنا في هذا الموضوع هيكون معنا دكتور ياسر شحاتة، استاذ ادارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مي، خليكم معنا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وبنبدأ مع حضراتكم أولى تقاريرنا في حلقتنا النهاردة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة. كما استقبل أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك أيضا بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبرنا، خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد زيني مولاي وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس بنداو، مؤكدا سيادته خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها مالي، لا سيما في ظل موقعها في منطقة الساحل الإفريقي ذات الأهمية البالغة للأمن الإقليمي بأسره، وحرص مصر على المساعدة في استعادة الاستقرار في مالي، فضلا عن العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مشروعات البنية التحتية والصناعات الدوائية، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر المالية في مختلف المجالات،
وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتنسيق الأمني والعسكري المشترك. من جانبه نقل السيد مولاي إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس باناداو تضمنت الإشادة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، ومعربا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لتحقيق تطلعاتها في التنمية والإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الإفريقي المشترك. كما عبر السيد مولاي عن تقدير مالي للمساهمات المصرية الكبيرة والمؤثرة في عمل القوات الأممية في مالي، مؤكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مع الإشارة في هذا الإطار إلى دور الأزهر الشريف في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين من أجل نشر تعاليم الإسلام السمحة ومواجهة الأفكار المتطرفة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بشأن تلك القضايا بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهن. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس هنأ المبعوث الأمريكي على تعيينه في منصبه الجديد، متمنيا التوفيق له في تلك المهمة وفي التعامل مع قضايا المنطقة بما يعزز من الأمن والاستقرار والتنمية بها، خاصة في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات. وقد أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. من جانبه أكد السيد فيلتمان تثمين الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء الثقل السياسي والدور المحوري الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة، وحرص الولايات المتحدة على دفع أطر التعاون بين البلدين الصديقين ثنائيا وإقليميا. اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، في مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيد فيلتمان أن الإدارة الأمريكية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظرا لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة، والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة. من جانبه استعرض السيد الرئيس تفصيليا تطورات قضية سد النهضة، مؤكدا سيادته النهج المرن لمصر في التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية في مختلف مسارات التفاوض، والذي طالما قام على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح مصر وأمنها المائي، ويمنع إيقاع الضرر بها، إلا أن جميع الجهود التي بذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر. كما أكد السيد الرئيس أن مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي بقيادة مقدرة من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، مشددا سيادته على أن تلك القضية هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، والتي لن تقبل بالأضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها،
ومن ثم أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حلحلة تلك الأزمة، وحيوية الدور الأمريكي للاطلاع بدور مؤثر في هذا الإطار. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. الحكومة تطلق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي حققت مصر من خلالها نتائج مبهرة ومميزة بشهادة المؤسسات العالمية والدولية. يعني خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. معنا على الهاتف الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بالصحة. يعني طبعا خبر زي كده خبر جميل، وكلنا طبعا بنبقى فخورين لما بيكون في اصلاح، وكمان خاصه الاصلاح الاقتصادي في مصر. فحابين نعرف او ناخد لمحه يعني من حضرتك عن المرحله الاولى وايه اللي تم فيها بالظبط، عشان يعني المشاهدين يبقوا على درايه اكتر. يعني تمام. والله الاصلاح الاقتصادي اللي بدا في العام 2016 منذ 4 سنين او نحو ذلك كان بيركز على السياسه، اصلاح السياسات النقديه والماليه، والتركيز الاكبر على السياسه النقديه كان من خلال طبعا زيادة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي اللي هو وصل في آخر إبريل اللي فات ده مثلا على سبيل المثال 40 مليار 343، بزيادة قدرها 6 مليون دولار عن العام عن الشهر اللي قبله. كان برضو بيعالج التضخم اللي كان وصل حوالي عن 37% في 2014، فكان بيحاول ان هو يضبط ضبط الكتله النقديه الموجوده في المجتمع علشان يواجه التضخم اللي بدا دلوقتي حوالي بقت 5.4. كان برضو التعويم، بدا يعمل التعويم على اساس خاطر يمهد الفرصه لاصلاح قطاعي. فكانت دي كل الاصلاحات كانت لازمه في المرحله الاولى تمهيدا للاصلاح الهيكلي في المرحله الثانيه اللي جايه. طيب دكتور رمزي، المرحله الثانيه برضو يعني اللي هتشمله بالظبط؟ والله الاصلاحات الهيكليه بتتضمن حزمه من السياسات اللي بتاثر بشكل اساسي على جانب الطلب الكلي في الاقتصاد، بحيث تشمل تحرير التجاره، اصلاح منظومه التدريب المهني، كمان بتطوير اسواق المال واصلاح سوق العمل، والتعليم والصحه بيركز عليها بشكل اساسي، والصناعه التحويليه عشان يزود نصيب الصناعه التحويليه في ارقام الناتج المحلي الاجمالي. كمان بيركز على توطين الصناعة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات من أجل زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتحقيق معدل اندماج أعلى في سلاسل التوريد سواء على المنطقة الإقليمية أو الدولية. وكمان هيزود القدرة التنافسية للصناعة التحويلية وتشجيع الصادرات في الصناعة. كمان بيركز برضو على ضخ استثمارات كثيرة، وفي الأونة الأخيرة شفنا وزارة التخطيط بدأت تضخ حوالي 627 مليار جنيه، منها 358 مليار للقطاع الحكومي و269 مليار للهيئات الاقتصادية بهدف تنشيط القطاعات الأخرى، بس بيركز على الصناعة التحويلية، على الاتصالات، التحول الرقمي، قطاع الزراعة. دي المرحلة الثانية اللي هي بعد المرحلة الأولى من الإصلاح الهيكلي. تمام. طيب دكتور، حابين برضو لو حضرتك يعني تعرفنا يعني حجم النمو المستهدف يعني خلال الثلاث سنوات المقبله، يعني يا رب ان شاء الله. الحكومه بتستهدف معدل النمو خلال الثلاث سنين القادمه حوالي 7% من الناتج الاجمالي، منها 5% بيركز منها بالقطاع الاتصالات التحول الرقمي. تمام. طيب هل يعني في اعباء ماليه على المواطن؟ دايما حضرتك يعني لما بيكون في اصلاح اقتصادي فممكن المواطن يبتدي يفكر، طيب هل طبعا الاصلاح الاقتصادي ده ممكن مثلا المواطن يعني يكون ليه عبء عليه او مثلا حمل عليه في حاجه معينه؟ برضو حابين حضرتك توضح لنا النقطه دي، لان الموضوع ده طبعا انت عارف حضرتك بيشغل بال ناس كتير. يعني لا، هو الاصلاح المرحله الثانيه دي بتركز على الجانب الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت، يعني مش هيبقى في اعباء على المواطن. المرحله الاولى كان فيها الاعباء نتيجه التعويم،
وكان في صدمة يعني طالعين من احتياطيات دولية 12 مليار، تضخم 37%، إنما المرحلة ديت هي بتعالج الاختلالات ديت، فديت مش هيبقى فيها أعباء، بل بالعكس هيبقى فيها المواطن هيحس بتحسينات في الأسعار، في تنفيذ أكبر شريحة من المظلة الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، هيبقى فيه تنمية اجتماعية وإصلاح اقتصادي في نفس الوقت، يعني مش هيكون عليه أعباء، بل بالعكس هيبقى فيه تحسين على المواطن يعني. يعني هو طبعا يا دكتور، يعني احنا شايفين الجهود اللي بتقوم بيها الدولة، يعني طبعا رغم ظل الظروف والجائحة اللي احنا بنمر بيها في مصر والعالم كله طبعا، ولكن الحمد لله يعني الاقتصاد المصري ماشي بخطوات ثابتة جميلة طبعا. ويا رب نقدر يعني نستمر على كده ان شاء الله. احنا واثقين طبعا يعني في ربنا وانه اخيرا في الجهود المصرية، وان شاء الله تكمل بألف خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله. أنا بشكر وقت حضرتك جدا، وبشكرك على التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا. بشكرك جدا دكتور رمزي الجريم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. وزارة الداخلية تقوم بتطوير ورفع كفاءة عدد من أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، جهود كبيرة بتقوم بها وزارة الداخلية، فاسمحونا نطلع نشوف تقرير عن هذه الجهود ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معانا. تسعى وزارة الداخلية نحو تطوير كافة قطاعاتها بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين في الحصول على خدمة شرطية مطورة بصورة حضرية، ومنها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. لذلك تواصل الوزارة استكمال خطتها لتطوير أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية لإتاحة خدماتها للمواطنين والمقيمين من الأجانب بشكل حضاري وراقي، يتفق مع رؤية مصر المستقبلية في الارتقاء بكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. الوزارة قطعت شوطا كبيرا في عمليات التطوير التي تشهدها أقسام الجوازات والهجرة والجنسية بكافة المحافظات، والتي شملت رفع كفاءتها الإنشائية عن طريق الالتزام بنموذج معماري موحد روعي فيه الشكل الجمالي والمعماري المميز لها. كما امتدت يد التطوير إلى الخدمات المقدمة داخل أقسام الجوازات من خلال الاستعانة بخاصية الاستدعاء الرقمي الآلي وزيادة شبابيك تقديم الخدمات للمواطنين، بما يختصر زمن انتظار طالب الخدمة والذين تم تخصيص أماكن انتظار لائقة لهم. بصراحة المكان مختلف عن المرة اللي فاتت، في تغيير أحسن، حتى المعاملات وعند الانتظار شيك تمام، عمل كانت أحسن حتى المدة، يعني أنا كنت مفروض باجي أعمل غير الجواز بيقول لي يومين ثلاثة، هو بيقول لي انه هيخلص النهارده وهستلمه، فحي جميل جدا. كل الناس هنا متعاونة وشيء جميل وشيء مشرف، ومفيش ما خدش وقت خالص، يعني مبنى تحفة والخدمة تحفة وكل شيء تحفة بصراحة. النظام يختلف على الأول، يعني في تطور وفي مجهود حلو وكل واحد بياخد دوره. احنا نشكر وزارة الداخلية على اللي عملت لنا جوازات هنا مسهلة وحاجة كويسة خالص يعني. وقد وضعت وزارة الداخلية خطة زمنية محددة يتم تنفيذها على مراحل بهدف تطوير كافة أقسام الجوازات والهجرة والجنسية على مستوى الجمهورية، وبما يضمن جودة تقديم الخدمة للمواطنين بحيث لا تقل عن تلك المقدمة داخل المقر الرئيسي المطور بالعباسية. أنا جاي من سويسرا، جاي أجدد الباسبور بتاعي، فلقيت حاجة فعلا جميلة جدا من الإدارة لحسن خدمة الموظفين، في مساعدة في الأداء، في سرعة في الأداء، في نظافة في المكان، في الأجواء اللي احنا فيها دي، طبعا حاجة تشرفنا. طبعا الكلام ده ممكن نطلع نقوله والناس في سويسرا. وديت الجوازات عشان أجدد الإقامة، الحمد لله الأمر تم في 5 دقائق واستلمت الجوازات والحمد لله.
وهكذا يمكن للمواطنين والمقيمين من الأجانب الحصول على مصدرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بذات الجودة والصورة الحضارية من أقسام الجوازات المطورة على مستوى الجمهورية، وهو هدف وزارة الداخلية من التطوير، خدمة مميزة للمواطنين بشكل حضاري. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه يعني معانا خبر يعني الايام اللي فاتت طبعا يعني ناس كتير اهتمت بهذا الموضوع، فيعني اسمحوا لنا نعرف تفاصيل عنه اكتر. خروج الصاروخ الصيني الذي يزن 21 طن عن السيطره. فقد صرح دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة، مما أثار الذعر لدى سكان العالم. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك جميع مشاهدي القناه، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك وكل سنه وحياتك طيب. وانت بصحه وسلامه يا فندم. الحقيقه دكتور يعني طبعا تفاصيل خبر الصاروخ الصيني اللي خرج عن السيطره طبعا يعني اثار ذعر كبير جدا لسكان العالم كله، وخصوصا يعني ان الواحد لما كان يعني يقرا بعض التفاصيل عنه يعني لسه ما فيش حاجات مؤكده بالفعل، فحابين حضرتك يعني تقول لنا في الاول وفي الاخر يعني تطمن المشاهدين. فحابين نعرف يعني ايه خبر الصاروخ الصيني. خليني في البدايه اوضح لحضرتك والمشاهدين ان دي مش اول حادثه من نوعها لخروج سواء قمر صناعي او صاروخ فضائي عن السيطره. دي حادثه يعني مالوفه ما بين العاملين في مجال صناعه وبرامج الفضاء، ويمكن بس الموضوع اخذ زخم كبير شويه نظرا لانه جاي من الصين، والكلام الكتير اللي يعني صار الوقت عن الصين وفيروس كورونا وكلام زي كده، أضف إلى أن ممكن يكون برضو في خلفيات سياسية بين الصين والكتلة الغربية وهكذا. لكن الموضوع في حقيقته الصين أطلقت برنامج فضائي لإنشاء محطة فضائية لها في الفضاء بعد ما أمريكا وجميع الشركاء المشاركين في المحطة الفضائية الدولية رفضوا مشاركة الصين في تلك المحطة. الصاروخ بعد إطلاقه يوم الخميس الماضي وخرج في مداره في الفضاء فقدوا السيطرة عليه، انفصلت الكبسولة اللي عليه اللي عليها العتاد اللي يكون جزء من إنشاء المحطة الفضائية الخاصة بيهم، وبيدور حاليا الصاروخ في المدار اللي هو كان فيه، ولكن نتيجة لفقد السيطرة فبقى مدار بيضاوي بيسير فيه بسرعة كبيرة طبعا متوسط 28 ألف كيلو متر في الساعة، وبارتفاعات تتراوح من 160 كيلو ل 360 كيلو ارتفاع من سطح الأرض. طبعا السرعة الهائلة اللي بيسير بيها هذا الصاروخ بتخليه يكمل دورة كاملة حوالين الأرض في مدة 90 دقيقة يعني ساعة ونص، يعني بيدور 16 دورة كاملة حوالين الأرض في اليوم الواحد، وطبعا سرعة كبيرة. الموقع او يعني موقف الصاروخ كل المراكز المعنية بأبحاث الفضاء بتراقبوا عن كسب، ودي برضو ظاهرة مش للصاروخ ده بس، لكل الحوادث المشابهة. من كام شهر كان في صاروخ تاني من مركبة فالكون لشركة سبيس إكس سقط برضو بعد فقدان السيطرة عليه، ولكن الحمد لله سقط في المحيط الهادي. الحمد لله. احنا بنأمل لهذا الصاروخ الصيني اكتر من احتمال. احتمال اولاني مع اقترابه للغلاف الجوي للارض يستطيع الفريق الصيني انه يستعيد السيطرة عليه ويتحكم في مكان سقوطه على الارض، وبالتالي تبقى يعني افضل الحلول، ويعني كل العالم هيتنفس صعداء لو الخطوة دي تمت بنجاح وربنا اراد لها التوفيق. الاحتمال الثاني ان استمرار فقدان السيطرة عليه كده هيبقى فيه اكتر من افتراضية، ان عبور هذا الصاروخ للغلاف الجوي الخارجي للارض هيتحطم، وهيبقى شظايا طبعا لارتفاع درجة الحرارة بتاعة الارتطام او اصطدام او عبور هذا الصاروخ
بالغلاف الخارجي للأرض، هيتبقى بعض الأجزاء المتوقع أنها تكون كبيرة هي دي اللي أنا تلك الشظايا. أيوه هي دي اللي ممكن تسقط يعني بالضبط. وهنا دي المخاوف، هو كلهم هيسقطوا على الأرض، لكن المخاوف من الكتل الكبيرة نسبيا لو سقطت على أماكن مأهولة بسكان هتسبب دمار كامل. يعني تخيل أنه ممكن شظية أو قطعة من دي تدمر قرية بأكملها. احنا بندعو ربنا تاني ان ربنا يكرم والفريق الصين يستعيد السيطرة عليه يعني. او ان الصاروخ تبقى للمدارات اللي عاملين حاليا تتبع ليها ومحاكاة ليها انه يسقط في اي مساحة مائية حوالين اليابسة على الارض يا رب. طيب هل تم موعد يعني تحديد موعد لدخول الغلاف الجوي يعني هل تم تحديد موعد لده ولا لسه؟ طيب هو نظريا في برامج محاكاه او سيميوليشن لحركه الصاروخ، لكن ما نقدرش نتبع بدقه نظرا للسرعه الكبيره اللي بيسير بيها هذا الصاروخ لمده اكثر من 6 ساعات. انا حاليا هو الموقع لايف، حاليا الصاروخ عبر الحدود الشرقيه لامريكا الشماليه وداخل على الثلث الغربي للمحيط الاطلنطي الجزء الشمالي منه بسرعه اللي انا قلت حرك عليها 28000 كيلو متر في الساعه بمتوسط السرعه. السرعه دي بتخلينا مش ما اقدرش اقول او توقع دقيق لوقت او لفتره زمنيه كبيره عن موقع سقوطه أو هبوطه، لكن برامج المحاكاة والتتبع اللي موجودة بنتوقع أنه بدءا من يوم 9 مايو القادم هننتظر اقترابه للغلاف الجوي للأرض وبالتالي عملية عبوره أو دخوله للمجال الأرضي وسقوطه. يعني هو طبعا يعني دكتور حضرتك يعني بتقول تفاصيل مهمة، وزي ما قلت حضرتك يعني هو الموضوع تسبب لذعر ليه يعني العالم كله طبعا، ويعني احنا بنتمنى ان يتم السيطرة عليه زي ما حضرتك اوضحت لنا يعني اول نقطة. لو حضرتك سمحت لي يعني اضيف كمان معلومة، لان واضح طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في مصر يعني التعليقات الساخرة والفكرة يبقى فيه ايوه وهينزل في محافظة ايه او مدينة ايه وطبعا يروح سد النهضة، كل الكلام ده يعني طبعا كلها يعني شائعات ملهاش اي علاقة بالوضع الحقيقي العلمي طبعا. لانه هو بالفعل القمر في المدار بتاعه بيمر احيانا على مصر، انه بيمر على الكرة الارضية 16 مرة في اليوم. فترة عبوره في الاجواء المصرية، وفي الاجواء المصرية ده فوق الغلاف الجوي على ارتفاع زي ما قلت لحضرتك من 160 ل 360 كيلو، الفترة دي ما بتزيدش عن 3 دقايق ونص. يعني النهاردة الفجر الساعة 5:34 دقيقة تحديدا عبر من أقصى الجنوب الغربي لمصر باتجاه الشمال الشرقي، يعني في لمحة كده 3 دقايق على ما واحد بس يعني يشرب كوباية مية كان خلاص الصاروخ عبر الأجواء المصرية وما زال بعيد تماما، ما نقدرش نقول ده فوق مدينة الفلانية أو الإقليم الفلاني في مصر، فالكلام ده يعني غير دقيق. وأربأ بكل المستمعين أو المشاهدين أن هم يتحروا الدقة في أي كلام عن هذا الموضوع. يعني ربنا يعديها بخير دكتور، والحقيقة طبعا يعني أنا آسف على الإطارة، ولكن يعني أختم مع حضرتك يعني بعد التطور التكنولوجي اللي احنا شفناه والتطور الكبير ده، الوحيدة اللي تقدر تسيطر عليه هي الصين فقط، ولا ممكن يتم السيطرة عليه لما يدخل الغلاف الجوي من بالتكنولوجيا التطوير الكبير؟ هي الوحيد اللي يقدر يسيطر عليه الفريق المشغل ليه اللي هم الصين، لان هو اللي معاه الكنترول، عامل زي كده العاب الاتاري لما بيكون معاك المتحكم بتاع الكنترول انت الوحيد اللي بتتحكم فيه. تمام، يعني ربنا يعديها بخير ان شاء الله، واحنا برضو يعني نحاول نتابع مع حضرتك يعني احنا علشان معاكم يعني اونلاين 24 ساعه في طبعا. اي وقت نسعد بالرد على مشكرك. اي استفسارات او تساؤلات لجميع المواطنين. ده احنا بنشكر الجهود اللي حضرتك بتقوموا بيها، وان شاء الله يتعدي يعني يعدي هذا الموضوع على خير ان شاء الله. بشكرك جدا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
مشاهدينا أيضا معنا يعني خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. تلقت وزارة التنمية المحلية عددا من التقارير من القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. أيضا نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. اهلا بحضرتك دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير يا رب. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. يعني حابين برضو حضرتك تشاركنا وتقول لنا يعني تفاصيل عن يعني اهم ما تضمنته التقارير طبعا، وما هي الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي حرصت عليها المحافظات على تطبيق يعني يعني عشان ما ينتشرش فيروس كورونا اكتر. يعني خليني اقول لحضرتك بالفعل زي ما حضرتك كرمت وقلت انه فعلا مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه تلقى من غرفه عمليات وزاره التنميه المحليه ما قامت به المراكز والمدن والاحياء في المحافظات المصريه من متابعه لتطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، وعلى سبيل المثال والحصر فيما يتعلق باغلاق اكثر من 23 ألف محل عام يعني مخالفه و مواعيد الفتح والغلق الخاصة بالمحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش، منهم حوالي 8888 ورشة و1041 مطعم وحوالي 20 ألف مقهى، طبعا بالإضافة إلى يعني 5877 سوق مخالف وضبط حوالي 35 ألف شيشة بيقدمها أصحاب المقاهي والكافيهات والمطاعم مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية، مما ده يؤدي إلى تعريض صحة المواطنين للخطر. بالإضافة إلى ذلك كمان في الفترة الأخيرة منذ بداية رمضان حتى تاريخه شهدت حملات يومية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة الطبية يعني الواقية من فيروس كورونا المستجد، وبالفعل تم تحرير حوالي 25 ألف محضر عدم ارتداء كمامة واقية. بالإضافة إلى هذا وذاك فندم فيما يتعلق برضو الجزئية الخاصة برفع الإشغالات المخالفة في الميادين والشوارع الرئيسة نتيجة طبعا لعدم يعني تعطيل الحركة المرورية للسيارات وسير المواطنين. طبعا كل هذا وذاك فندم بيأثر بشكل مباشر على النفق العام في المحافظات المصرية. بالإضافة إلى ذلك يعني التقارير يعني أوجدت أنه تم رفع حوالي 1.5 مليون طن مخلفات في الفترة اللي فاتت منذ البدء من رمضان حتى تاريخه، بالإضافة إلى كمان يعني الحرص كل الحرص على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المطاعم والكافيهات والالتزام بنسبة 50% الخاصة بالكافيهات إلى غير ذلك، برضو بالتأكيد كمان على أعمال التطهير والتعقيم الخاصة بالشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية والأسواق بصورة بصفة دورية يعني، والتأكيد على أنه غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية يعني رابطة مع غرف الإدارات والعمليات في المحافظات المصرية مع غرفة المركزية في مجلس الوزراء. كما برضو يا فندم بتتلقى الوزارة أي شكاوى خاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية على مبادرة صوتك مسموع اللي هي رقم الواتساب بتاعها 011 50 60 67 83. هل ممكن دكتور خالد يعني ناخد فكرة سريعة عن يعني هذه المبادرة طبعا ويعني كيفية التواصل مع المواطنين؟ طبعا مبادرة صوتك مسموع حضرتك هي مبادرة تم تدشينها في أكتوبر 2018 22 أكتوبر 2018.
هذه المبادرة لها مجموعة من الآليات للتواصل مع الجماهير. الهدف منها كان وزارة التنمية المحلية بتشارك المواطن في إدارة الحكم المحلي، ووزارة التنمية المحلية بتسمع للمواطن وتتفاعل معاه وتستجيب معاه. من هذا المنطلق احنا حطينا 4 آليات للتواصل، رقمنا على الواتساب اللي سأيله، ورقمنا كمان الخط الساخن اللي هو 15330، بالإضافة إلى هذا وذاك صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. وإذا كانت هناك برضو ملفات محتاجين أي مواطن يبعثها خاصة بمكافحة فساد أو منع فساد أو غير ذلك، طبعا إحنا بنتلقاها على صفحتنا على الإيميل أدرس اللي هو info@mld.gov.eg. تمام. طيب يعني أنا طبعا آسف على الإطارة دكتور خالد، ولكن معلش يعني أخذ من وقت حضرتك، يعني حابين نعرف مع بداية التطبيق التجريبي طبعا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، يعني حابين نتعرف على أهم التسهيلات وتبسيط الإجراءات يعني لدى المواطن اللي هو حابب يعني استخراج التراخيص اللازمة ليه. يعني زي ما صرح مع الوزير له شعراوي أنه بالفعل يعني وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهور اللي فاتوا عكفوا على ان هم يدرسوا هذه الاشتراطات ويحطوا الآلية اللي من خلالها يعني يشاركوا فيها المجتمع المدني، يشاركوا فيها لجنتي الإدارة المحلية ولجنة الإسكان في مجلس النواب مع الحوار المجتمعي من خلال مستقبل وطن واللقاءات الموسعة اللي حصل في الآخر. يعني خرجنا مجموعة من الاشتراطات البنائية وفي الزملاء في إدارة الحكم المحلي، الأمانة العامة لإدارة الحكم المحلي وضعونا دليل للمواطن مبسط للإجراءات، دليل للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، والدليل ده يعني بخطوتين اثنين، ان المواطن بيروح للمركز التكنولوجي في المدينه اللي هو موجود فيها وبيقدم على صلاحيه الموقع، بيسحب النموذج المعد لذلك، بيحط صوره التحقيق الشخصيه الخاصه بيه، وبالاضافه الى ذلك بيحط رسم خروج للموقع وبعد كده بيتحدد له موعد بيتم المعاينه وبعد عمليه الرفع المساحي وكشف الاحداثيات، هو بيتسلم بيان الصلاحيه ده بعد 10 أيام من استلام كشف الإحداثيات وسداد الرسوم المقررة لذلك. ده شق. الشق الثاني، طيب هو بعد كده عايز يحصل على رخصة بناء. لكي يحصل على رخصة بناء عنده 7 خطوات. أول حاجة إنه هو بيتم يتقدم مركز التكنولوجي معاه بيسحب النموذج المعد لذلك معاه العقد المشهر اللي هو خاص به قطعة الأرض بتاعته رقم 1، إثبات الشخصية بتاعه رقم 2، رقم 3 بيحط صورة من بيان الصلاحية اللي هو حصل عليه، ثم بعد ذلك بيطلع المركز التكنولوجي على أصول الملفات، بعد كده بيتعاقد المواطن بيتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي من المكاتب اللي موجوده في المحافظه واللي نقابه المهندسين بعتها كمراكز معتمده او بيوت خبره علشان يحطوا له التصميمات الخاصه بالمبنى بتاعه. بعد كده حضرتك يقوم المهندس بانه بتسليم الملف الرخصه كامل مستوفي كل الاجراءات، بيتعمل هنا عقد ثلاثي بعد كده ما بين المواطن والمقاول اللي هينفذ، وده بيبقى معتمد لدى المحافظه والمركز التكنولوجي ولدى نقابه المهندسين يعني الموجوده في المحافظه زائد المكتب الاستشاري، بيتعمل العقد الثلاثي ده، بيتبعت الملف للجامعه بتطلع على الملف، بتبعت الرسومات اللي هي 3 أرواع من الرسومات الهندسيه بما يتوافق مع طبيعة المبنى، المواطن بيختار الشكل اللي يتناسب معاه ويتم إمضاء هذا التعاقد الثلاثي. بعد كده بيتم اختار المواطن بعد 30 يوم من تسليم ملف الرخصة انه يجي المركز التكنولوجي عشان يستلم الرخصة بتاعته ويسدد الرسوم المقررة. رقم 6،
في حالة رغبة المواطن إنه عايز يبني بقى، بيكون المهندس المشرف على البناء بيتقدم للمركز وبيتم التقدم إنه إحنا عايزين نبني. بعد كده بيتحط معاه خريطة زمنية لعملية التنفيذ ويتم المتابعة خلال عملية التنفيذ. لما يتم الانتهاء من المبنى تماما بيرجع يعني للمركز التكنولوجي، بتقوم لجنة بتبص على المبنى وتديله عملية المطابقة، ثم بعد ذلك تستخرج رخصة مؤمنة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بعد كده فندم المواطن بيحصل على الخطابات الخاصة بإدخال الخدمات للمبنى بتاعه، من المية من النور من الكهرباء من غاز إلى غير ذلك، من تليفونات إلى غير ذلك من الخدمات اللي هو مفروض يدخلها للمبنى بتاعه. كده الخطوات السبعة لإستخراج الرخصة ثم البناء ثم إدخال الخدمات النهائية. هو طبعا يعني دكتور جهود يعني مبذوله حضراتكم بتقوموا بيها واحنا شايفينها ولمسينها طبعا، ويعني اذا كان بعض القرارات اللي تمت فطبعا ده يعني لمصلحه المواطن طبعا في الاول وفي الاخر، وان شاء الله يعني نرى مزيد من هذه الجهود للصالح العام يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا يعني بشكر وقت حضرتك ويعني اسفين على الاطاله، بشكرك جدا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات برنامجكم صباح 100، خليكم معنا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، ويعني ايضا معانا يعني خبر مهم جدا بيشغل بالنا جميعا حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. اصدرت منظمه الصحه العالميه تحذيرات لخطوره الموقف الوبائي بالعالم بعد ارتفاع منحنى الاصابات بالعالم، ودعت لضروره التطعيم مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. يعني حابين نعرف تفاصيل اكتر يعني حول ما يدور من تساؤلات طبعا حول التطعيمات المتاحه. معنا على الهاتف الدكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير فندم. أهلا بحالك يا دكتور وكل سنة وحياتك طيب. وأنت طيب فندم وكل المشاهدين بخير ومصر كلها بخير. الحقيقة دكتور طبعا يعني احنا يعني قدام كلام كتير جدا طبعا حضرتك، بس مش من يعني مش من الايام اللي فاتت دي، احنا بقالنا فترة كبيرة بنسمع اخبار عن الفيروس، بنسمع اخبار عن اللقاحات، فحابين يعني نعرف من حضرتك يعني الشخص اللي اصيب بكورونا بيتم تطعيمه امتى؟ وبعدين برضو في بعض الكلام قال ان الشخص اللي اصاب بكورونا ده ما ينفعش في وقتها ياخد اللقاح، برضو حضرتك صحح لنا هذه المعلومات. يعني هو طبعا في البداية طبعا أحب أحيي القيادة السياسية على الرؤية من ناحية اللقاحات بالذات، وعمل اتفاقيات دولية مع دولة الصين لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات هنا في مصر عن طريق شركة فاكسيرا. ممكن في الأيام القليلة الجاية بإذن الله هتلاقي إنه شركة فاكسيرا هنا في مصر بدأت إنتاج اللقاحات لتغطيه أكبر عدد من المواطنين، ومن ثم التصدير لدول خارجية. دي واحدة. بالنسبة لسؤال حضرتك بالنسبة للمصاب هل ياخد التطعيم ولا لا؟ هو طبعا قولا واحدا ان المصاب ما ينفعش ياخد التطعيم، ولا حتى اللي اخد الدور في خلال 3 شهور، يعني اخر 3 شهور لو هو واخد الدور ما التطعيم غير ذو فايدة بالنسبة له. يعني من ساعة ما ياخد الدور بعديها ب3 شهور ما ينفعش في الفترة دي ياخد ما ينفعش ياخد، لانه اوريدي اصلا كون اجسام مناعية في الجهاز المناعي عن طريق حاجة اسمها البي سيل والتي سيل، فالاجسام المناعية دي بتفضل يعني لما حسبوها علميا لقوها من 4 ل6 شهور. فهو في خلال يعني مينيمم 3 شهور ما ينفعش ياخد اللقاح. طب معلش يا دكتور حتى هو مصاب يعني
طب سامحني معلش في النقطه دي. طيب لو لا يعني طبعا يعني زي ما حضرتك قلت واوضحت معلومه مهمه جدا ان الاصاب ما ينفعش ياخد اللقاح لمده 3 شهور. طب يعني معلش برضو ايه يعني لو خده مثلا فضل ممكن ايه اللي يحصل؟ هو لا ما هو الفكره انه لو خده الجسم اصلا كده كده بيعمل رد فعل للقاح. فهو اوريدي اصلا عنده الفيروس موجود، فالاثنين مع بعض هيكون لهم تاثيرات سلبيه على الجسم. طيب ما ممكن يا دكتور واحد يكون مصاب وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه كتير انه ممكن يكون حامل الفيروس ولكن مش باين عليه اي اعراض. ما هو لا ما دي فيها قولان يعني. انت لو عرفت انك مخالط لحد مصاب لازم بيتعمل فحوصات عشان تتاكد اذا كنت خدت الدور ولا لا، عن طريق اشعه مقطعيه او تحاليل او المشهد بي سي ار. يعني هو كده المفروض الافضل، هو كده كده اصلا لما بيروح اي شخص لمركز التطعيم بيتعمل معاه زي ريسيرش كده، بيتسال كم سؤال، هل انت تعرضت للدور، هل في حد من المقربين ليك خد الدور في الفترة القريبة، هل مثلا بيعاني من امراض معينة، يعني كل ده بيتسال في المركز بتاع التطعيم قبل ما بياخد اللقاح. تمام. هو طبعا يعني ده حضرتك طبعا بتؤكد معلومات مهمة، بس يعني ممكن يكون في حد جاله الفيروس وما يكونش عارف هو بيتعمل هو في بعض البلدان بيعمل حاجة اسمها تحليل الاي جي جي والاي جي ام، دي اللي بتبين اذا كان عنده اجسام مناعية ضد الفيروس ولا لا. بس طبعا لو بتتعمل عن طريق حاجه اسمها تحليل الاليزا مش الرابيد تيست. الرابيد تيست ما بيبقاش اكيوريت دقيق في حته ان هو يقول اذا كانت في اجسام مناعيه مضاده للفيروس ولا لا. تمام. يعني هو العنصر الاساسي ان لو هو اصيب بالفيروس في خلال 3 شهور ما يخش التايم. طيب في يعني ممكن حد من المشاهدين يسال، طيب لو هو عنده برد عادي يعني دور برد عادي مش كورونا ياخد برضو التطعيم؟ لا ما هو لازم الاول يتاكد انه ده دور برد مش كورونا، لانه انت عارف حضرتك تمام مشابهات متشابهه مع بعضيها. طب اتاكد ان هو دور برد عادي، اتاكد بيفضل مثلا لحد ما الدور يخف منه، لانه برضو ما ينفعش ياخد التطعيم بتاع كورونا اثناء الدور، فبيصبر مثلا لحد ما الدور بيخف منه وبعدين يروح ياخد التطعيم عادي جدا، لانه ساعتها ما بيبقاش بقى ده كورونا، لا ده بيبقى دور برد عادي. طيب والموضوع برضو بتاع مده مناعه الجسم اللي بيكتسبها حتى لو خد الدور بتعتمد على حاجه اسمها بي سيل، اللي هي بي سيل ميموري، اللي هي ذاكره الجهاز المناعي. وعشان كده ممكن تلاقي ناس ممكن يجي لها الدور بعد 3 شهور، وممكن ناس ممكن يجي لها الدور بعد سنه من الدور يعني او سنتين، على حسب قدره البي سيل دي على الذاكره اللي هي بتكون بيها الاجسام المناعيه ضد الفيروس. تمام. طيب يعني هو دكتور طبعا يعني انا حابب اقول لحضرتك يعني طبعا المواطنين والمشاهدين كلهم طبعا بيسمعوا بعض الاخبار يعني حوالين هذا الموضوع، واحنا طبعا دورنا في يعني البرنامج ان احنا نحاول نوضح كل ما هو يعني حقيقه طبعا في هذا الامر. طبعا يعني في ناس بتتساءل بتقول ان يعني في تخوف من يعني الاصابه بالجلطات من التطعيم، برضو حابين حضرتك تفيدنا في ده. بص حضرتك، هو التطعيمات على كافة أنواعها، سواء اللي هو واحنا بنتكلم طبعا على اللي موجودة هنا في مصر، يعني سواء اللقاح الصيني اللي هو سينو فارم أو أسترازينيكا. التطعيمات ولازم برضو زي ما حضرتك بتقول لازم نشجع الناس على التسجيل والذهاب للمراكز التلقيح. التطعيمات على كافة مستوياتها آمنة 100، يعني بنسبة الأمان عالية جدا، ما فيش أي مشاكل في الأمان. ممكن يكون في اختلاف في الإفتيكنسي أو الفاعلية أو الحماية، مثلا بتاع اللقاح الصيني سينوفارم ده بيوصل ل 84%، الأسترازينيكا بيوصل ل 92%،
لكن احنا بنتكلم على الامان. وحتى لو بفرض انه مثلا بالنسبه لأسترازينيكا قالوا ان هو ممكن بيسبب جلطات مش عارف. هل ما يعني لما انت تعرف انه مثلا 4 حالات مش كل مليون. مش كله طبعا ايوه يعني حسب يعني حسب كل مليون 4 حالات فده عدد ما يخليش انك توقف في استخدام اللقاح. ما عشان كده يعني انا سالت حضرتك يا دكتور لان برضو من ضمن الكلام اللي قال ان ممكن التطعيم او ممكن يعني برضو حضرتك حد يعني صحح لنا المعلومه دي. انا بقول لحضرتك الكلام المشار والكلام اللي بيتقال ان ممكن يكون سبب هذه الاثار الجانبيه ان ممكن يكون الشخص كان حامل الفيروس وما يعرفش فخد التطعيم. ده لا هو بيبقى من ضمن الاسباب الرئيسيه في القصه دي ان هو بيبقى ليه تاريخ مرضي مع التجلطات. يعني الدي دايمر بتاعه او اللي هو معامل السيوله عنده عالي فقد اللقاح ومن ثم حصل له كلام. بس برضو السل الموضوع مثلا من واحد لعشرة لكل مليون فالموضوع يعني ابسط من يعني ممكن يكون حتى من غير اللقاح ممكن يحصل له تجلطات. انت واخد يعني عارف حضرتك يعني هو طبعا كل الفكره لكل قاعده وبعدين الموضوع ده حله بسيط. يعني افرض انك خدت لقاح استرازينيكا ممكن تاخد اسبوسيد اطفال بعد ما تاخد اللقاح سيوله ده هيعمل لك بروتكشن حمايه من انه يحصل اي تجلطات. ده لو بفرض يعني ايوه تمام. يعني لكن هو الاهم من ده كله انه لازم ناخد اللقاح. مفيش دولة هتحمي نفسها من هذا الوباء إلا بالتلقيح ومش بالتلقيح يعني بنسبة عالية يعني 75% 85% من الموديليشن يكونوا خدوا التطعيم هو ده ساعتها تبقى أنت في أمان. يعني هو فعلا كلام حضرتك مظبوط واحنا طبعا يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا وبنقول ان يعني طبعا اللي ناخد اللقاحات وطبعا في نفس الوقت يعني ما نتهاونش بيه ان اللي خد اللقاح يبقى هو كده خلاص لا لكن لا لازم نلتزم باجراءاتنا الاحترازيه لازم تطبيق الاجراءات الاحترازيه حتى مع بعد اللقاح. مظبوط هو يعني ده اللي حابين ناكده ده مع اللقاح يعني عدم خلع الكمامه غسل الايدي المظاهرات. وبعدين في نقطه مهمه يا استاذ يوسف عايز انبه عليها اتفضل دكتور. يمكن هي دي كانت سبب من اسباب الزياده الفتره اللي فاتت عدم النوم الكفايه. بيقلل المناعه لوحده بيقلل المناعه بنسبه 50%. مظبوط صح احنا فعلا يعني اينما قدرت تنام نام يعني نوم عميق مش نوم تخطيط. ايوه صح النوم العميق ده بيزود المناعه جامد جدا مع الاكل الصحي مع ممارسه الرياضه هتلاقي نفسك يعني في السيف سايد وعندك مناعه قويه ضد الفيروس. مظبوط معلومات مهمه جدا انا يعني طبعا بشكر حياتك عليها ويعني كويس ان احنا يعني اتكلمنا مع حضرتك علشان تقول لنا هذه التفاصيل وان شاء الله يعني تعدي هذه الازمه على خير ونرى العالم كله يعني يرجع الى سابق عهده واحسن وافضل يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور مجدي عدلي مدير اداره مستشفيات مكافحه العدوى والجوده الشامله بمستشفيات التامين الصحي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا ننتقل يعني اللي دايما بيبقى معانا يوم الخميس المقال الاسبوعي لنيافه الحبر الجيل انبا ارميه الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي. الحقيقه المقال النهارده بعنوان ما هي حياتكم؟ المقال سيدنا بيبدا كلامه احتفل مسيحي الشرق بعيد القيامه الاحد الماضي وفي هذه المناسبة أود أن أهنئكم جميعا بالعيد راجيا كل الخير والسلام والبركة لبلدنا مصر وللعالم بأسره متضرعا أن يرفع الرب الوباء والألم عن العالم. وإذا كان الإنسان يترك العالم بالموت فإنه بالقيامة التي أقرتها الأديان وكثير من العبادات ينتقل إلى الحياة الأبدية التي لا تنتهي. وقد علم السيد المسيح عن القيامة
ومن ذلك حين جاء إليه بعض من الصدوقيون الذين لا يؤمنون بقيامة الأموات فأجابهم: أما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم من ما قيل لكم من قبل الله أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه، كذلك في معجزاته، فنجده يقيم الأموات حتى إن لعازر أقيم من الموت بعد 4 أيام من موته، ومن أجل رجاء القيامة كانت تعليمه تنادى بالتوبة: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، وبالحياة الأبدية اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وأيضا لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. لذا فالقيامة حقيقة واضحة ثابتة مهما حاول بعض البشر على مر العصور إنكارها أو تناسيها. وفي القيامة سوف يجد البشر الحرية الحقيقية التي كثيرا ما سعوا إليها وهم على الأرض محاولين أن يتحرروا من مخاوفها وقلاقها وألمها. فالإنسان في رحلة الحياة في حال مستمر من القلق والاضطراب، قلق من حاضر يعيشه، قلق مما سوف يحمله المستقبل له ولأحبائه، وربما قلق من ماضيه. وهكذا تسمى رحلة الحياة لكثيرين سلسلة لا تنتهي من الاضطرابات. ويندفع بعض الناس إلى دائرة البحث عن الأمان الذي غالبا ما ينسيهم في خضم الاضطرابات التي يعانونها الاهتمام بأبديتهم، ليأتي الاحتفال بعيد القيامة كل عام مذكرا الجميع بأن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد وأن عليهم الاستعداد لها. إن حقيقة الحياة أنها عابرة بنا لا محالة، كقول الكتاب: أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لذلك علينا أن نترك كل قلق وتوتر، واثقين بعناية الله التي يقدمها لخليقته، مقدمين الخير لكل إنسان، متذكرين أن رسالتنا في الحياة هي الخير والسلام، وأن الله سوف يجازي كل إنسان بحسب ما قدمه في حياته خيرا كان أم شرا. وفي القيامة يتذكر الإنسان أيضا أن ما يمر به من ألام وضيقات وأتعاب هو أمور مؤقتة تنتهي حتما، مؤقتا أنه سوف يعوض في الأبدية عن جميع ما احتمله، فالله عادل. وأتذكر المثل الذي قدمه السيد المسيح لعازر والإنسان الغني: فالثري كان يتنعم في ملبسه ومأكله ومسكنه، فحين العازر مسكين مريض وليس لديه ما يشبع جوعه، ومع هذا لم يجد رحمة في عيني ذلك المتنعم. وبعد موت الاثنين حملت الملائكة العازر إلى الفردوس مع إبراهيم خليل الله من أجل احتماله وصبرهما على الضيقات في الوقت الذي اقتيد الغني إلى الهاوية معذبا. وحين رأى الغني إبراهيم من بعيد ومعه لعازر ناداه: يا أبي إبراهيم ارحمني، وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. وهكذا مع القيامة نتذكر أنه بالصبر والشكر وتقديم الخير سوف نقتني حياتنا. كل عام وجميعكم بخير، والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بنشكر نيافتك على هذا المقال الجميل. وطبعا سيدنا يعني بيذكرنا بالقيامة، ويعني أن بعد كل ألم وكل حزن وكل يأس وكل ظلمة وكل حاجة يعني سيئة لازم يعقبها بعد كده قيامة، وقيامة بفرح وسلام، ويعني من كل هذه الظلمة يتم القيامة. وطبعا ده اللي احنا حابين نستمر بيه ونعيش بيه في حياتنا، ان اي ألم واي ضيقة لازم يعدوا ولازم هينتهوا ولازم هيبقى بعدها في
قيامة. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونشكر الأنباء أرمية على المقال الجميل. مشاهدينا يعني اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المنشطات اليومية النهاردة، وبيسعدنا في تحرير الخبر هيكون معنا على الهاتف الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة، خليكم معنا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجمعنا مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المنشطات اليومية النهاردة، وبيسعدنا في تحليل الخبر معنا على الهاتف الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ علي. صباح النور يا فندم. أهلا بحياتك، كل صحة حضرتك طيب وبألف خير يا رب. صحة وسلامة ومصر كلها بكل خير يا فندم. يا رب يا رب. يعني اسمحي لنا ننتقل يعني نبدأ بأول خبر معانا ويعني نتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا الخبر الأول معانا، الرئيس السيسي للمبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي: سد النهضة قضية وجودية، مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، ويعني وفي التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة. ويعني تفاصيل الخبر: أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية ودكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أهنأ المبعوث الأمريكي على تعيينه في منصبه الجديد، متمنيه التوفيق له في تلك المهمة وفي التعامل مع قضايا المنطقة بما يعزز من الأمن والاستقرار والتنمية بها، خاصة في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات. الحقيقة طبعا أستاذ علي، يعني احنا لما نيجي نتكلم عن موضوع سد النهضة، هو الحقيقة مش بس شاغل بال الحكومة والقائمين على الحكومة، وشاغل بال المواطن ذات نفسه كمان، لان انت عارف حضرتك المواطن لما بيجي يسمع ان ممكن يكون في مساس للمية، فطبعا حضرتك عارف ان المية دي حياة، ويعني كلام كتير جدا طبعا يعني كل مواطن بيبقى على أهمية بيه. فحابين حضرتك تقول لنا يعني وجهة نظر حضرتك، يعني الموضوع وصل لغاية فين وماذا سينتهي؟ يعني هو طبعا القيادة السياسية المصرية ووزارة الخارجية وسائر الجهات المعنية في مصر تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف في ضوء ثوابت أساسية، وهي عدم المساس بحصة مصر في مياه النيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن من حق أثيوبيا يعني أن تقيم مشروعات تنموية، لكن في ذات الوقت دون ما إضرار بمصر. وأكد مرارا وتكرارا على أن مياه النيل هي قضية حياة بالنسبة لشعب مصر، ولا نقبل التفريط في قطرة واحدة من مياه النيل. هذا الموضوع أيضا هو محل اهتمام
سائر دول العالم ومنظماته الدولية. وفي هذا الإطار الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مبعوثها لمنطقة القرن الإفريقي الذي جاء أمس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا بأهمية إيجاد حل لهذه القضية، وأنها محل اهتمام بالغ بالنسبة لها، وأنها تريد المساهمة في التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لتلك الأزمة. تمام، يعني هو طبعا يعني حضرتك زي ما اوضحت، ولكن يعني احنا زي ما قلنا ان بعض التفاوضات في الفتره اللي فاتت حابين طبعا انها تشهد تطورا افضل، يعني فيا رب كده نرى هذا الملف يعني ينتهي بكل خير وتبقى المصلحه العامه لكل الدول يعني بخير لكل واحد، يعني يعني زي ما حضرتك قلت ان المصلحه يعني مش بس بلد تيجي يعني على حساب بلد، ولكن تبقى المصلحه العامه يعني لكل البلاد. طيب اسمعنا استاذ علي، ننتقل لخبر اخر، وطبعا يعني هو يعني صدر بالامس، والحقيقه طبعا يعني الناس تبعت هذا القرار. قرارات عاجله للحكومه يبدا تطبيقها ولمده اسبوعين، غلق المحلات والكافيهات والمولات 9 مساء، واستمرار خدمه الدليفري واجازه العيد من الاربعاء وحتى الاحد 16 مايو، وحظر اصطحاب الاطفال بصلاه العيد. عقد الدكتور مصطفى مبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطبيقها اعتبارا من غدا الخميس ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، ومنها سيكون معيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة الدليفري وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق. اختتم الدكتور مصطفى مبولي رئيس الوزراء حديثه خلال مؤتمر صحفي بتوجيه كلمة للمواطنين قائلا: كل واحد مش مسؤول عن نفسه فقط، ولكنه مسؤول عن أسرة بالكامل، موضحا أن مصر حاليا في مرحلة حرجة وكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات. الحقيقة أستاذ علي طبعا قرارات صدرت بالأمس وكل الناس اهتمت بيها، والحقيقة طبعا يعني ما بين يعني تساؤلات كتيرة جدا، ما بين الوضع طبعا المقلق اللي الناس كلها طبعا شايفاه، ولكن احنا طبعا بنتمنى ان هذه الازمه تعدي على خير، واحنا شايفين الجهود اللي قامت بها الحكومه في الفتره اللي فاتت في ظل هذه الازمه. حابب يعني حضرتك يعني تقول لنا شايف القرارات ازاي، وطبعا شايف برضو يتم تطبيقها الفتره القادمه، فيعني من وجهه نظر حضرتك كلمنا في هذا الصدد. هو بدون شك هذه القرارات هي قرارات صائبه تتوخى وتبتغي صالح المواطن. جزء كبير من أسباب انتشار أمراض مرض كورونا التواجد بأعداد كبيرة في أماكن مغلقة مثل المحلات، التزاحم في الكافيهات والمولات كما نعلم، التزاحم الشديد والسهر داخل هذه المولات. فإذا القرارات من شأنها الحد من هذه التجمعات. من الواضح أن هتبقى فيه كل فترة عملية إعادة تقييم لهذه القرارات بدليل أنها صدرت لتطبق لمدة 15 يوما أخرى، ننتظر بعد 15 يوم ربما تجديدها، ربما اتخاذ إجراءات أخرى. طبعا الجهات المختصة بتقيم الوضع وبتدرسه وبتتخذ قراراتها في ضوء معلومات صحيحة ودقيقة، لكن يبقى على المواطنين جميعا أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، البعد عن أماكن الازدحام، البعد عن إقامة الأفراح والصرادقات العزاء وهذه الأشياء اللي بها تجمعات كبيرة في ظل الانتشار المرض بمرحلته الثالثة، الموجة الثالثة منه زي ما احنا شايفين موجة جديدة. لكن لو واحد فقط موجود داخل مكان ازدحام في كافيه أو في مول أو في محل قد يكون سببا للعدوى لعشرات الأشخاص، وكل واحد فيهم مش هيكون عنده علم أنه مصاب، فهيروح يعدي زوجته ووالدته، وإذا كان حد مريض صحته مش يعني لا تحتمل مثل هذا المرض قد تودي بحياته. فعلينا جميعا الالتزام بالدعوات بالنداءات الصادرة عن وزارة الصحة، قراراتها الإرشادية، الالتزام بتعليمات الحكومة بهذا الصدد.
طيب استاذ علي، يعني ممكن يعني حد من المشاهدين برضو لما يسمع هذه القرارات يسال، طبعا يعني هو الخبر واضح ان يعني غلق المحلات والكافيهات والمولات 9 مساء واستمرار خدمه الدليفري، في واحد ممكن يسال طيب هل الحظر ده بيطبق على الاشخاص المواطنين ذات نفسهم؟ لا. ولا يا حضرتك وضح ده يعني. لا، ما فيش اي قرار يقول ان المواطن ما ينزلش الشارع. لا، المواطن له حريه الحركه، لكن اصل هو ناس بتقول يعني هو خلاص هو ينزل يعمل ايه، ما يعني ماشي بقى ينزل او ما ينزلش هذا موضوع اخر، لكن هذه القرارات بتبتغي الحفاظ على روحه والحفاظ على حياته. لكن ما فيش قرار بمنعه من نزول. لا، ما فيش قرار بمنع المواطن من ينزل الشارع. لا. تمام. طيب يعني برضو يعني حابين يعني برضو حضرتك يعني قبل ما ننتقل لخبر آخر، يعني كلمة رئيس الوزراء في الكلمة الأخيرة إن هو طبعا حابين نوضح على ده إن يعني مش كل واحد هو مسؤول عن نفسه فقط، ده مسؤول كمان عن أسرة، عشان كده احنا كمان دايما بننبه في برنامجنا إن يعني حتى الإجراءات الاحترازية دي مش بس للحفاظ على نفسنا فقط، ولكن اللي بنتعامل معهم في خلال اليوم، أسرنا اللي بنروح بالليل نقابلهم، فبرضو حابين حضرتك يعني تشاركنا بهذا ونحن نؤكد على هذه هو جزء المعلومة. من مسؤولية الجميع ومسؤولية الوطن في الحفاظ على أرواح وحياة المواطنين يقع على عاتق رب الأسرة المسؤول عن هذه الأسرة من خلال إن هو يتابع أبنائه، ما يروحش ابنه يحضر حفلة عيد ميلاد ويرجع مصاب أو ناقل للعدوى أو يروح في أي أماكن تجمعات شبابية أو هذه الأمور. فإذا هناك دور للتوعية من جانب الآباء بصفة خاصة لأبنائهم طبعاً. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامات حيثما نتواجد، وهذه الأشياء كلها تهدف إلى الحفاظ على حياتنا وأرواحنا. مظبوط فعلا كلام حضرتك، وانا يعني انا بشكرك على النقطه اللي حضرتك قلتها دي، اللي هو مثلا لو في يعني شاب او كده راح يعني حفله وكده، لان كتير بنسمع ان في ناس ما بتنزلش من البيت ولكن بتصاب، ده نتيجه ان اللي بيخرجوا بيدخلوا عليهم ممكن يكونوا حاملين للفيروس وطبعا بيتم العدوى ويعني لا قدر الله. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر اخر استاذ علي. خبر مشاهدينا اللي معانا بعد كده، الرئيس السيسي يتلقى رسالة من رئيس جمهورية مالي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بشأن تلك القضايا بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل. يعني الحقيقة طبعا يعني لو حضرتك يعني أوضحت لنا يعني الـ يعني هذه الرسالة، وطبعا يعني حابين نعرف برضو العلاقات ما بين مصر ومالي يعني اخبارها ايه، عشان دايما لما بيكون في بعض العلاقات ما بين البلدين بيبقى دايما المواطن بيبقى حابب يعرف ما اوجه العلاقات ما بينهم في السابق يعني وما ستسفر عنه في الفتره المقبله. هي طبعا مالي دوله صديقه لمصر، دوله افريقيه تربط مصر بها علاقات حميمه في اطار منظومه العلاقات المصريه الافريقيه. هناك قضايا ذات اهتمام مشترك يتم دائما التباحث بينها بهذا الشأن، من بينها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف حتى لا يعم ربوع أفريقيا، في ظل بالفعل وجود جماعات إرهابية وجماعات تحمل أفكارا متطرفة في المنطقة، فتتطلع العديد من الدول الإفريقية بالاستفادة من الخبرة المصرية بهذا الشأن، لا سيما دور وزارة الأوقاف ودور الأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المنحرفة والأفكار المتطرفة. والزيارة أيضا تأتي في إطار حرص مصر الذي تعيه جمهورية مالي على ضرورة أن يعم الأمن والاستقرار ربوع القارة الإفريقية. طيب اسمح لنا يا استاذ علي ننتقل لخبر اخر، بدايه جلسه المشاورات السياسيه بين مصر وتركيا بالقاهره.
بدأ جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند نائب وزير الخارجية المصري ونظيره التركي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وستمتد على مدار يومين. الحقيقة طبعا يعني لما بنقرا الخبر ده يعني أستاذ علي، طبعا أكيد في ناس كتير بتحب تتساءل، ويعني خصوصا يعني الخبر ما بين يعني مصر وتركيا، وطبعا يعني كلنا بنسمع اخبار الفتره اللي فاتت، فحابين حضرتك يعني تقول لنا هذا يعني الجلسه وهذه المشورات يعني سوف تصفي عن ايه؟ هو ينتظر الانتهاء من هذه المباحثات اليوم، ونترقب بيانا من وزاره الخارجيه. لكن بقول ان هذه الزياره تاتي في اطار ما اتضح في الفتره الاخيره من ان هناك ترقب لإمكانية تطبيع للعلاقات بين البلدين، ويتم من خلال جلسة المباحثات بحث القضايا الخلافية والعمل على إزالتها، وذلك في ضوء ثوابت مصرية أساسية تتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، الحرص التام على أن يعم الأمن والاستقرار ربوع المنطقة. مصر حريصة على مواجهة الإرهاب، على مواجهة العنف، على ضرورة إبعاد الميليشيات المسلحة عن المنطقة، لكن دعنا نترقب ما تسفر عنه نتائج تلك المحادثات بصورة رسمية. يعني زي ما حضرتك وضحت استاذ علي، يعني يا رب كل الخير يعم لي البلاد باكملها، ويا رب كده نرى الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب اسمح لي يعني اختم مع حضرتك باخر خبر معانا مشاهدي. الخبر اللي معانا بعد كده: منظمه الصحه العالميه تنشئ مركزا للانذار المبكر من الجوائح في برلين. تعتزم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز للإنذار المبكر من الجوائح في العاصمة الألمانية برلين، وأعلن وزير الصحة الألماني ومدير المنظمة أن من المنتظر أن يبدأ عمل المركز في الخريف المقبل بهدف تعزيز التعاون بين الدول والمعاهد العلمية في أنحاء العالم والمساعدة في اكتشاف مؤشرات مبكرة للتفشي المحتمل لأي جائحة. طبعا هو ده يعني دايما بنقول استاذ علي، دايما ما يكونش عندنا الفعل بعد الحدث، حابين يكون عندنا الفعل ما قبل حدوث اي حاجه لا قدر الله. فهل يعني موضوع نشء مركز للانذار المبكر، طبعا حابين ان هو ده يبقى متعمم على كل العالم، وطبعا يعني ده من وجهه نظر حضرتك تقول لنا يعني شايفه ازاي؟ طبعا منظمه الصحه العالميه هي منظمة أممية تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، كل المواطنين في سائر أنحاء العالم، ومواجهة الجوائح والأوبئة والأمراض وهكذا المتوطنة والأمراض الخطيرة التي تتهدد البشرية. في هذا الإطار وفي ظل أزمة كورونا بالغة الخطورة، لفتت أنظار العالم والمجتمع الدولي و منظمته المعنية وهي منظمة الصحة العالمية لأهمية وجود مركز للإنذار المبكر من الجوائح، وأيضا سيكون بالتالي في مقدمة عملها تتبع تطورات أزمة كورونا وغيرها من الأمراض المماثلة عن طريق وجود مركز بحثي كبير متخصص يكون مقره ألمانيا، بحيث يقدم الدراسات اللازمة بهذا الشأن. زي حضرتك ما أشرت، يمثل إنذار مبكر من هذه الجوائح وكيفية التعامل معها وعلاجها. يعني هل حضرتك تتوقع أن ممكن يحدث حاجة زي كده في يعني على القريب العاجل؟ يعني طبعا يعني لو حضرتك مثلا موجود ده في مصر حضرتك أوضح لنا، أو لو مش موجود حضرتك تتوقع أنه ممكن يحدث في مصر؟ هو بدون شك مصر لا تتوقف بالفعل عن إجراء أبحاث ودراسات علمية، ولدينا عددا كبيرا من الخبراء الذين يقومون بجهود بهذا الصدد. وبالفعل نجحت مصر في القضاء على عدد من الأمراض، من بينها شلل الأطفال، ومن بينها أمراض الملاريا، من بينها أمراض كثيرة، فيروس سي. شفنا وزارة الصحة مشروع 100 مليون صحة، وشفنا كشف عن سرطان الثدي للسيدات، شفنا
بالفعل جهود قائمة بهذا الشأن. هناك أيضا جهود بحثية تجري بشأن التعامل مع أزمة كورونا، لدينا علماء وخبراء نفخر بهم في سائر المجالات. يا رب يعني كل الخير للمصريين جميعا يعني، وطبعا للعالم كله، وتنتهي هذه الجائحة على خير، ونرى يعني كل العالم يرجع إلى سابق عهده وأفضل. يا رب إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله. شكرا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وقت حضرتك وعلى تحرير حضرتك للأخبار. بشكرك جدا الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع للفقرة الأخيرة اللي زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن العمال، وحضراتكم عارفين إن احنا احتفلنا بعيد العمال في 1 مايو الماضي. هنتكلم أكتر عن يعني أهمية العامل المصري أو العامل بشكل عام في التنمية وفي الاقتصاد، وبيسعدنا أن نتكلم معنا في هذا الموضوع دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معنا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا مع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن العمال، والحقيقة طبعا يعني مصر والعالم أو يعني بعض الدول احتفلت بعيد العمال في الأول من شهر مايو الماضي، ويعتبر عيدا عالميا حيث يحتفل به سنويا عدد كبير من دول العالم تقديرا للمساهمات التي يقدمها العمال للاقتصاد والحياة في البلاد، حيث يعتبر العامل هو محور بناء الاقتصاد القومي لأي دولة. هنتكلم النهاردة يعني زي ما قلت لحضراتكم عن العامل ودوره المهم في عملية البناء والتنمية، وطبعا ده يعني من خلال ضيفنا اللي بيشرفنا عبر الماسنجر دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح حضرتك. صباح الخير على النساء. صباح الخير على مصر كلها وعلى عامليها يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. الجمهورية. أهلا بحضرتك يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير يا رب. وحضرتك طيب ومصر كلها بخير يا فندم، أقواتها ومسلميها وكل مصر يا فندم في سعادة بخير. يا رب يا رب يا دكتور ياسر. الحقيقة طبعا يا دكتور يعني حابين يعني نعرف من حضرتك يعني كيف ترى أهمية أن يكون يعني في هناك يعني عيد للعمال، يعني حابين برضو طبعا يعني هم لا يقل يعني اهتماما وتقديرا طبعا ليهم، يعني العمال دول على راسنا من فوق، فحابين برضو نعرف من حضرتك يعني اهميه ان يكون موجود عيد للعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اهميه وجود عيد للعمال لبعض الاسباب، اولها او اول هذه الاسباب ان لابد ان نعلم جميعا ان ثقافه العمل والانتاج تشكل جزء عظيم في فكر وجدان المصري والعامل بشكل خاص. اولا يا فندم، معركه البناء والتنميه والرخاء، انا يمكن حضرتك ذكرت في المقدمه ان العامل المصري في هو محور الاقتصاد. انا عايز اضيف ان هو محور حقيقي للتنميه. ايضا العامل المصري هو البطل الحقيقي لمعركه البناء والتنميه والرخاء للدوله المصريه، مما لا شك فيه أن العامل المصري يدرك تمام الإدراك أن مصر في مرحلة فارقة من تاريخها، في مرحلة حاسمة تبدأ تكاتف كل الجهود. يبدأ إحنا عندنا فندم الإنتاج هو العصا السحرية، هو كلمة السر في أي اقتصاد قومي. بدأ الدولة المصرية تؤهل عامليها من خلال إيه؟ من خلال أنت حضرتك كان فيه من أسبوعين فعلا تقريبا كان عندنا افتتاح الشهادات المؤمنة والزكية. سيادة الرئيس أو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أمر في منتهى الأهمية، ألا وهو توجيه للمديرين الاهتمام بالعاملين، يمكن على حد قوله مش كله شغل. ليه؟ النهاردة أنا لما أطلع من أو أستخرج من هذه المقولة اللي يخص العاملين، عاملين مصر تحديدا او بشكل عام، مدرستين. يعني سيادة الرئيس ذكر مدرستين، المدرسة الأولى المدرسة الكلاسيكية اللي هي بداية القرن العشرين، وأوضحت إن أنا عايز أعمل إنتاج، عايز أعمل تقييم أداء، عايز زيادة الإنتاج للاستفادة أو القيمة، زيادة القيمة المضافة للاقتصاد
بدأوا يضرموا العامل اللي هو النواة، هو الناتج، هو المحصلة، هو العمود الفقري. لو قلنا إن البنية التحتية العمود الفقري للتنمية المستدامة، مين اللي بيشتغل البنية التحتية بقى؟ هو العامل المصري. عشان كده بقول إن العمود الفقري للتنمية المستدامة مع البنية التحتية هو العامل المصري، هو الأساس صلب العملية. فبدأت الدولة المصرية، يمكن احنا بنعيش من 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 فبراير 2020 أزمة كورونا، وإيه اللي حصل في أزمة كورونا وخيمت على اقتصادات العالم. فكانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص. أنا بحتفل بيوم واحد اللي هو عيد العمال اللي هو أول مايو، لا الدولة المصرية كلنا بنحتفل كل يوم بالعامل المصري. بدأت الدولة المصرية تضع في خطتها عملية التوازن بين الصحة العامة للمواطن داخل هذا الأمر العامل المصري، ودوران عجلة الإنتاج، اهتمت بالصحة والسلامة المهنية للعامل المصري. بتبدأ كمان تتكلم على المدرسة الثانية، المدرسة السلوكية أو مدرسة العلوم الإنسانية للعاملين. أبدأ أشوف احنا متفقين مع المدرسة الكلاسيكية في ايه ومختلفين في ايه. عندنا مبادئ بتخص ال 14 بتخص العاملين. بدأت الدولة المصرية تعمل عملية تطوير ايمانا منها ان الكنز الحقيقي لاي امة هو المواطن او هو الانسان. بدأت تهتم بعنصر رأس المال البشري. بدأنا نتكلم ان هينفذ لنا خطة التنمية المستدامة 2030 و2063 ايضا هو المواطن وهو العامل، العامل الافريقي بشكل عام والعامل المصري بشكل خاص. من هنا اقدر اقول ان البطل الحقيقي لمنظومة البناء والتنمية والرخاء للدولة المصرية هو العامل المصري. كان بشكل في وجدان ثقافة العمل والإنتاج، لأن بدون العمل وبدون الإنتاج أنا يعني هيبقى في هشاشة في أي اقتصاد قومي. بعد البرنامج الإصلاح الاقتصادي، برنامج الاقتصاد المصري بتشيد به كل المؤسسات العالمية، مين اللي عمل كل هذه الأمور؟ كانت السياسية لا تستطيع أن تعمل بمفردها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان بطل هذه المنظومة الحقيقي هو العامل المصري. ايضا يأتي بقى للتطوير. احنا النهارده بنحتفل جميعا باليوم العالمي للعمال في العالم، وبشوف ايه اللي يخص العمال المصريين، العامل المصري له اساس كبير في معركه بناء البناء والتنميه والرخاء. بدانا نعمل استراتيجيات وطنيه لتطوير وتنميه العامل المصري، لانه اساس التنميه واساس التنميه المستدامه. حضرتك بتشوف احنا محتاجين نعمل ايه، محتاجين نتحرك ازاي، محتاجين نتحرك نتكاتف جميعا عاملين ومثقفين وقوى ناعمه واعلاميين، كله يعمل لصالح الدوله المصريه. صالح الدولة المصريه احنا بنشتغل في مرحله فارقه زي ما ذكرت، كما ذكرت في تاريخ مصر، يعي العامل المصري هذه المرحلة وخطرتها. مستهدفين من قبل الجهات أو خلافه، ولكن إدراك العامل المصري لأهمية البناء في مصر، قال هذا الأمر أصبح ضرورة حتمية يعالج كل المواقف. بدأت العامل المصري هو البطل تحديدا، بطل المعركة قديما وحديثا، وسيظل طبعا العامل هو رمز الرخاء، رمز العمل، رمز الانتاج للدولة المصرية. طيب دكتور ياسر، طبعا احنا يعني بنشوف دايما اشاده من الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا خلال افتتاحه المشروعات الاخيره يعني بالعامل المصري طبعا ويعني اهميته. فحضرتك شايف كيف ترى اهتمام الرئيس يعني بالعامل المصري؟ طبعا انت حضرتك عارف لما بيكون في يعني قدوه ان احنا بنحتذي بيها، وان يكون مثلا يقول يعني الرئيس يقول كلام عن العامل، ده كمان بيديله حافز اكتر واكتر ان هو يستمر في عمله ويعني يبقى عنده الترميه اكتر والفكر والابتكارات دايما في الـ الافق يعني. فحابين حضرتك يعني توضح لنا ده. هو سياده الرئيس يا فندم استخدم او تعامل في هذه المواقف، احنا يمكن بنشوف
يميل للمدرسة الإنسانية بشكل خاص، ويمكن في المقام الأول بتكلم على المدرسة الإنسانية وأنا ببص المدرسة الإنسانية. ليه المدرسة الإنسانية؟ لأن أنا لما كان عندي يمكن السادة في مجال علم الإدارة، وإحنا النهاردة بنتكلم على تحول رقمي وذكاء اصطناعي والمكان بيكلم بعضه، فطبعا أنا لازم أغذي ثقافة عند العامل المصري. خلي بالك أنا لا يمكن الاستغناء عنك بأي شكل من الأشكال، يعني يمكن دي رسالة من خلال منبر حضرتك، في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أنت موجود. فمن هنا بدأ يمكن كانت المدرسة الكلاسيكية بتتكلم إن أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز إنتاج بس، عايز إنتاج. فكان بيقول إن يمكن فريدريك تايلور ورفاقه كان بيتكلم وبركز بشكل أساسي، وأنا هرجع لموضوع حضرتك وأربط الكلام اللي أنا بقوله ده، إيه العلاقة في توجيهات سيادة الرئيس علميا بقى، أنا عشان أتكلم بشكل علمي. بدأت المدرسة الكلاسيكية بتقول إيه؟ بتقول إن المكن أو الآلات عندنا تديله زيوت وشحوم تشتغل. طيب الإنسان، شبه الإنسان بالآلات، يعني الزيوت والشحوم يشتغل. طب الزيوت والشحوم للآلات، طب الإنسان الزيوت والشحوم بتاعته إيه؟ قال إن الزيوت والشحوم الفلوس، إن أنا أديله فلوس لكن ما اهتمش بالجانب الإنساني. بدأت المدرسة التي تليها بقى مدرسة العلوم الإنسانية، وطبعاً اتكلمت قالت أنا معاكم يا جماعة في مبادئ 14 احنا شغالين بيها للآن من مطلع القرن العشرين للآن، ولكن كان شغلها الشاغل ينصب حول ان انا لو اهتميت بالعامل نفسيا هيديلي انتاجية اكتر ما هستخدم العامل المادي. العامل المادي مهم بالفعل، لكن يا الافضل ان حضرتك تربط الامرين ببعض. حضرتك جاي الاستوديو النهارده لو مش حابب عملك مش هتظهر بالشكل اللي انا شايفه ما شاء الله عليك بالجمال ده. هنا بقى بدات الدوله المصريه القياده السياسيه عمليه التوازن، شأن الاهتمام بالعامل، شأن الاهتمام بالشباب، شأن الاهتمام بالمراه. سياده الرئيس بيقصد ان ازاي اعمل تنميه مستدامه للعامل من خلال العامل المصري الكريم. بدأ يا فندم يتكلم على ازاي نعمل برامج تدريب لرفع كفاءة المؤسسات، وانا بخص هنا رفع كفاءة المؤسسات الحكومية. المؤسسات الخاصة رفع كفاءة نفسها بنفسها، لكن النهاردة لما اتكلم على التميز الحكومي لازم اتكلم على ادارة المواهب التالنت الخاص بادارة الموارد البشرية. اتكلم فيه من خلال برامج تدريبية تخصصية، من برامج تدريبية تحويلية، من برامج تدريبية. النهاردة بقى عندي التدريب الإلكتروني. بدأ الدولة المصرية تضع استراتيجية وطنية، لأن حضرتك يمكن تعلم أن بعد 10 سنين من الآن سيفقد 2 مليار فرد عملهم على مستوى العالم. وبعد النهاردة يا فندم بعد 35 عام من نهاية من سنة 2020 سيتسم الشكل الصناعي تماماً على القرن العشرين والحادي. طبعاً كل ماذا بيحصل تطور أكتر. تطور ليه؟ لأن إدراك العامل المصري إن إحنا بنستخدم الفكر الريادي أي منظمة من منظمات الأعمال في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص عليها أن تدرك الحتمية الريادية في هذا النطاق بشكل غاية في الأهمية. إحنا لازم نتكلم على العمل المصري اهتمامنا وينصب اهتمامنا حول استراتيجية. أي استراتيجية يوسف بيه، أي استراتيجية قومية تنتهجها أي دولة وخصوصا الدولة المصرية تضيف للاقتصاد القومي قيمة مضافة. لما يبقى عندي استراتيجية وطنية خاصة بالتحول الرقمي، عندي استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل العاملين النهاردة ل10 سنين قادمين ل50 سنة قادمة، بتضيف مما لا شك فيه، بتضيف للاقتصاد القومي القيمة المضافة. بدأت الدولة المصرية تستعيد ابنها بقى اللي كان فيه في مرحلة فارقة للتاريخ المصري، كان فيه محاولة بالعبث في الهوية المصرية. بدأنا نستعيد الهوية المصرية ما كانت عليه، بدأنا نطور، بدأت الدولة المصرية تشتغل في كافة المجالات. وأكد لحضرتك إن التنمية المستدامة 17 هدف أهمهم اللي بيخص العامل المصري بقى، أهمهم على الإطلاق
المبدأ التاسع أو الهدف التاسع اللي بيتكلم على التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو ومن ثم رفع مستوى المعيشة. ايه لما مستوى النمو لما بيزيد مين اللي هيزود معدل النمو في الدولة المصرية واستهدافنا في ظل هذه التحديات؟ هو العامل المصري طبعا طبعا الاهتمام بالعامل المصري بشكل كبير في كافة المحاور انسانيا تدريبيا تأهيليا تخصصيا بالبعد الإنساني بشكل كبير. حضرتك يا دكتور أوضحت نقطة دلوقتي طبعا الاهتمام بالعامل، لو جينا نتكلم عن يعني طبعا حضرتك بتقول إن الاهتمام بالعامل وده شيء طبعا أساسي كلنا يعني لازم يعني نهتم بيه، ولكن لو جينا اتكلمنا عن متطلبات العامل ذات نفسه، أنت شايف حضرتك من وجهة نظرك العامل إيه متطلباته علشان يعني يكون في مستوى أفضل؟ يعني لو حضرتك أوضحت لنا ده من وجهة نظرك. متطلبات العامل من وجهة نظري وأنا أستاذ جامعة ومريض وعارف إيه وبلاحظ لأن أنا في حالة العمل، أولا يا فندم لازم أقسم هذا الأمر لأكثر من بعد. البعد أول بعد البعد الإنساني وده أنا لازم أهتم بيه بشكل كبير وده اللي بتعمله النهاردة أو بتشتغل عليه بشكل كبير القيادة السياسية عندنا. الأمر الثاني البعد المهني، والبعد المهني ده يا فندم أنا عندي النهاردة على مؤسسات الاعمال ان تشتغل بتحليل العمل الخاص بيها، ان ازاي احدد مهام، ازاي احدد مسؤوليات، ازاي احدد انشطه. ابدا النهارده عمليه الماتشنج التوفير يعني الاهتمامي كمان للعامل المصري في عندي بعد البعد الانساني اتكلمنا عنه، البعد المهني بقى والمهارات كما ونوعا انا محتاج مؤسسات الاعمال وهي بتشتغل في الاستراتيجيك هيومن ريسورس براكتس الممارسات الاستراتيجيه لاداره الموارد البشريه ابدا اهتم ازاي اعمل له برامج تدريبيه تطبيقيه حقيقيه. ليه؟ لان انا عندي برامج تدريبيه كتير لكن بياخد الدوره التدريبيه ولما بيرجع عمله اول مشكله بتواجهه ما بيعرفش يتصرف. فالنهارده لما انا اهتم بالبعد الانساني واهتم بالبعد المهني من خلال برامج التدريب والاداره الناجحه الاداره الحقيقيه ايوه دكتور يعني احنا غالبا في مشكله في التواصل، ولكن طبعا حضرتك اوضحت لنا معلومات كتيره جدا. احنا كنا بنتكلم عن متطلبات العمال، وطبعا يعني اكيد العمال يعني هو بشر يعني زي اي بشر، طبعا اكيد ليه متطلبات معينه حابب ان هو يعني تتم، وطبعا دايما المتطلبات بتبقى على المستوى المهني طبعا اكتر، ان هو بيكون العامل بيشتغل في شركه بيشتغل في مصنع بيشتغل في امور كتيره، وطبعا بيبقى ليه بعض المتطلبات. وطبعا انت عارف حضرتك ان او مشاهدينا طبعا انتوا عارفين ان كل ماده بيتم متطلبات بتزيد في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، ولكن احنا طبعا بنتمنى ان كل العاملين وكل العمال يعني يكونوا بسابق افضل. طيب احنا رجعنا تاني لدكتور ياسر. دكتور برحب بحضرتك مره اخرى، وكنا يعني بسال حضرتك على المتطلبات والعمال فحابين يعني نستكمل مع حضرتك. هل سمعت يا دكتور؟ دكتور ياسر حضرتك معايا؟ طيب احنا هنحاول يعني نتواصل مع حضرتك مره اخرى، ويعني الوقت اقترب، ولكن يعني نحاول نوصل لحضرتك يعني عشان يعني ننهي الكلام عن متطلبات العمال. ويعني زي ما حضرتك اوضحت لنا كلام كتير جدا، وطبعا في الاول وفي الاخر يعني العامل المصري هو يعني عصب اي شركه وعصب اي مصنع، وطبعا لو جينا نتكلم عن ان هو يعني ليه يد كبيره جدا في عمليه الانتاج والاقتصاد المصري. فبنتمنى طبعا ان يعني القائمين على الدوله يعني ان هم يهتموا ويولوا اهتمام اكبر بالعمال، واحنا ده شايفينه وملاحظينه فعلا في الفتره اللي فاتت. يعني زي ما انا سالت الدكتور ياسر عن ان الاهتمام كمان الكبير من
قبل رئيس الجمهورية بالعمال واضح جدا في افتتاح أي مشروع جديد، بيبان جدا قد إيه الرئيس مهتم بالعمال، وهو ده اللي احنا دايما بنتمناه في الفترة المقبلة أو يعني على المدار كله، إن طبعا العامل لازم لأن ده بيديله دفع وبيديله حافز أكتر في الشغل والتنمية يا رب أكتر وأكتر. طيب احنا معانا رجعنا دكتور ياسر، ولكن معانا عبر الهاتف دكتور ياسر شحاتة، استاذ اداره الموارد البشريه وخبير التنميه المستدامه. دكتور ياسر يعني في عطل معلش حصل، ولكن بنستكمل مع حضرتك هاتفيا. كنت حضرتك بتتكلم عن متطلبات العمال، فحابين نستكمل مع حضرتك قبل انتهاء الفقره. النهارده لما اتكلم على البعد الفني اتكلمت عن البعد الانساني متطلبات العاملين، اتكلم عن البعد المهني والتدريبي والتاهيلي للعاملين، اتكلم بشكل اكبر بقى لان انا لو انا محتاج اعمل تنميه مستدامه ازرع وازود واعزز واحقق وتعزيز ودعم الانتماء التنظيمي للعامل المصري لدى مؤسسته، عنده انتماء يا فندم هيعمل تنميه والعكس. فمن هنا اقدر اقول ان انا اتكلم اشتغل بشكل كبير بقى، وانا في هذه الجزئيه اشتغل بامر كبير او بشكل افضل من ناحيه ايه؟ من ناحيه وانا بعمل الممارسات الخاصه باداره الموارد البشريه اللي انا موجود فيها، اشتغل بشكل كبير جدا على الممارسات. انا النهارده الدوله المصريه محتاجه ايه؟ محتاجه العامل اللي هيقدر ينفذ لها الخطه الاستراتيجيه، مش العامل اللي هيأدي بس. احنا شايفين الثورات الصناعيه الاولى كان ظهر البخار وظهر بعد كده الكهرباء والالات بتشتغل، النهارده في ظل التواصل او التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلافه التحولات الرقميه والذكاء الاصطناعي، انا محتاج بقى ااهله على اساس ده متطلب من متطلباته. في الاول اشوف البعد الانساني، النهارده اتكلم على البعد المادي، اتكلم على البعد الاجتماعي بامر مهم جدا. انا اشتغلت على الثلاث محاور الرئيسيه للتنميه المستدامه، اقتصادي، وادي برامج الاصلاح الاقتصادي بتؤتي ثمارها للدوله المصريه، ده امر. الامر الثاني البعد الاجتماعي، وحضرتك شايف تكافل وكرامه وحياه كريمه وخلافه، هو ده بينصب داخل المؤسسه، مؤسسه الاعمال يا فندم الحكوميه او الخاصه، هي جزء من كل للدوله المصريه. اهتمامي بالنواهي الصغيره بتكبر وبتفرز لي شبابي بشكل كبير الانجازات اللي هتحصل. متطلبات العامل محتاج ايه؟ محتاج الاهتمام بالبعد الانساني، وده ليه استراتيجيته. اهتمام بالبعد المادي، وده ايضا ليه استراتيجيته. حضرتك بتشوف رفع الحد الادنى للاجور والاهتمام، ويمكن العام الماضي كان سياده الرئيس ينتصر للعاملين واصحاب المعاشات. ينتصر ليه للعاملين واصحاب المعاشات؟ لان ايمانا منه ان العامل المصري او الفرد المصري هو البطل الحقيقي كما ذكرت في معركه البناء والتنميه. ابدا بقى اشوف متطلباته انسانيا، ابدا اشوف متطلباته مهنيا، اعد العامل المصري كي يواكب التغيرات الحاصله او الحادثه في البيئه الاقتصاديه، في البيئه الاجتماعيه، في البيئه كبعد بيئي كمان يا فندم. اشتغلت الدوله المصريه من خلال انا محتاج ايه بقى كعامل مصري؟ انا محتاج يا فندم تنميه محليه اقتصاديه. انا كعامل محتاج ايه يا فندم؟ انا محتاج تنميه محليه اجتماعيه تهمني وتهم اسرتي وتهم الشارع وتهم القريه وتهم المحافظه وتهم المدينه وتهم الدوله المصريه ككل. اعمل تنميه مستدامه متوازنه. يعني ايه؟ يعني انا مش هحرم اي قطاع داخل الدوله المصريه من غير تنميه. التنميه يا فندم في الدوله المصريه شانها شان الاتصالات لاي مؤسسات اعمال. الاتصالات هي قلب العمليه الاداريه النابضه. احنا شايفين لو القلب داخل جسم الانسان بيضخ الدم، لو فيه جزء لم يصله هذا الدم فبيصب عرقله ويحفظنا حسن ربنا شلل في هذا الجزء. فمن قدر الله الدولة المصرية بدأت تغطي كل هذه الجوانب، إعداد استراتيجية قومية وطنية
للعامل المصري في شتى بقاع او محافظات الدوله المصريه بمختلف مؤسساته. احنا بنشوف كل يوم افتتاحات للمشروعات القوميه الصناعيه. احنا بنشوف النهارده لما حضرتك تشوف الفجوه في الميزان التجاري تم تقليصها من عام 2018 كانت تقدر ب 45 مليار دولار، ده فجوه في الميزان التجاري. يعني احنا بنستورد اكثر ما بنصدر، طب انا مين اللي هيصدر عندي وهقلل فجوه الميزان التجاري؟ هو العامل المصري. الصناعات التسعة، ويمكن حضرتك تراجع المجلس التصديري للدولة المصرية تلاقي وتجد ان بدأت النهاردة وارداتنا تزيد، وبدأنا يا فندم في ظل أزمة كورونا ما شفناش سلعة قلت او سلعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله وما شفناش كمان السعر زاد للسلع في ظل ايه؟ في ظل كل معظم دول العالم او دول عديد من دول العالم بيبدأ عندها انكماش لا 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 او بيحقق النمو الثالث. الدوله المصريه بتحقق النمو الايجابي، بتحقق النمو الايجابي يعني بيرفع مستوى معيشه، يعني بيحقق ده وبيسمع في كل الاتجاهات. يشعر العامل المصري والمواطن المصري بهذه الطفره وبهذا الفكر المصري، وده تشجعه وده تدي له حافز اكثر لقدام. طبعا طبعا طبعا، لان انا عندي اثنين حافزين يا فندم طالما حضرتك ذكرت حافز، في حافز مادي وفي حافز معنوي. مظبوط. الحافز المادي يعني في حد ممكن تيجي حضرتك تديله فلوس يبقى فرحان بيها، في حد ثاني تديله حضرتك شهاده تقدير اسعد وسعيد. انا النهارده الدوله المصريه بتشتغل على زي ما قلنا انشطه ومهام ومسؤوليات وتحديد اعباء واداء وتقييم اداء. بدانا ننظر في تقييم الاداء الغير متحيز. ما هو النهارده كان في ثقافه قبل كده ان العامل المصري يقول لك انا هطلع للمدير اقول له 10 صباح الخير 10 مرات هيديني امتياز. لا، النهارده لا، الوضع اختلف. في معايير مناسبه لتقييم الاداء للدوله المصريه يا فندم من خلال استراتيجيات قوميه، من خلال خطط مرسومه، من خلال تنميه اقتصاديه غير مشوهه، تنميه اقتصاديه مقصوده بطلها هو العامل المصري. مظبوط مظبوط فعلا كلام حضرتك يا دكتور. ويعني طبعا احنا بنتمنى كل الخير والتقدم للعمالة المصرية، واحنا طبعا فخر لينا ان احنا يعني يكون عندنا هذه العمالة بهذا الشكل وهذا التفوق، وان شاء الله نرى الافضل والافضل في الفترة اللي جاية ان شاء الله. انا طبعا دكتور ياسر بشكر حضرتك في الاول وفي الاخر على يعني وقت حضرتك وعلى التفاصيل حضرتك قلتها لنا، ويعني كل الخير لكل العمال يا رب، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنه حضرتك طيب وبالف خير يا رب. مشاهدينا بكده خلصت الفقره، وايضا خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح مي. ان شاء الله الاسبوع القادم مع صباح مي جديد، واشوفكم بكل خير وصباح الخير.